يعطيكم العافية شباب صبايا طلاب صف الثامن. هنكمل سوا بدرس الراشونال فراكشنز ونصحح الهومورك exercises 4 and 5. exercise 4 consider px equal part 1 expand and reduce px. هلأ لنعمل expand بدنا نضرب البارانتسز ببعض لأنه دايما جواب الاكسباند بيكون ما في بقلبه بارانتسز. اوكي هلأ هون في عندي ال 4 مضروبة ب 3 minus x مضروبة ب x minus 2. أفضل طريقة عشان ما نغلط بنترك العدد دايما قاعد برا وبنضرب البارانتسز ببعض. 3 by x is 3x, 3 by minus 2 is minus 6, minus x by x is minus x power 2, minus x by minus 2 is plus 2x. طبعا بنحطهم inside parentheses لأنه كلهم بدهم ينضربوا بالفور اللي قاعدة برا. 4 by 3x is 12x, 4 by minus 6 is minus 24, 4 by minus x power 2 is minus 4x power 2, 4 by 2x is 8x. طبعا أول ثلاثة terms ما عم بعمل فيهم شيء عم يضلوا ينزلوا مثل ما هني. هيك بكون خلصت مرحلة الإكسباند. بالنسبة للريديوس بدنا نعمل السيميلر تيرمز مع بعض. x power 2 minus 4x power 2 بتعطينا minus 3x power 2 minus 6x مع plus 12x مع plus 8x بتعطينا plus 14x و plus 9 مع minus 24 بتعطينا minus 15. تاني part factorize px. كمان دايما الفاكتورايز والإكسباند برجع للجيفن. ممنوع أعمل جواب الإكسباند. فإذا أساساً ما في common ما فيني أعمل له شيء. باخد الـ given form وبعمل له factorize. هلأ لأعمل factorize أول ثلاثة terms ما فيهم أول شيء هي وهيك مثل ما هي ما فيها common factor. أول ثلاثة terms بعملهم مع بعض على أساس أنه هني identity. a square لأنه ما فيهم common لبرا. a square minus 2ab plus b square. فإذا x square minus 2 into x دايما هيدي الـ A هيدي مثلها الـ B بعرفها من هون الـ 9 هي 3 power 2 معناها الـ B هي 3 plus 3 power 2 هودي بينزلوا مثل ما هني. المرحلة اللي بعدها رجعتها لأصلها يلي هو A minus دايما بنتبه للإشارة اللي بالنص A minus B يلي هي 3 square. هوني ليش قلبت الإشارة؟ لأنه لاحظت أنه عندي X minus 3 وهوني عندي 3 minus X بس بدي اخدها common لبرا لازم يكونوا مثل بعض فقلبت الإشارة اللي قبلها plus صارت minus الفور نزلت وانقلبوا الإشارات كانت plus 3 صارت minus 3 والminus x صارت plus x تاني فاكتور ما خصني فيه بينزل مثل ما هو هلأ هون ال x minus 3 تكررت باخدها common لبرا بيصير معنا x minus 3 برا بفتح البراكت الكبير لحط شو بقي x minus 3 موجودة مرتين ظهرت مرة لبرا بيبقى مرة جوا minus 4 نزلت هيدي ظهرت لبرا بتبقى الـ x minus 2 طبعا مضروبة بالـ minus 4 بالخطوة اللي بعدها بضرب الـ minus 4 باللي بعدها بصير معنا x minus 3 انتو x minus 3 هاي فش قبل حدا نزلت مثل ما هي ضربنا الـ minus 4 باللي بعدها مننتبه minus بـ minus plus نرجع بنعمل similar terms مع بعض بيطلع معنا minus 3x plus 5 solve the equation p of x equal minus 15. هلأ هوني مجرد ما يقولولي solving an equation دايما بدي ارجع لأجوبتي يلي طلعت معي هون بالإكسباند أو بالفاكتورايز نحن اللي بدنا ننقي أي فورم ما بنرجع للجيفن بالسولفينج على طول أجوبة الإكسباند والفاكتورايز هن اللي بنستخدمهم. قالولي equal minus 15 بدلنا على حالة هي هالminus 15 موجودة قدامنا فإجباري بدي أخذ الإكسباندد فورم. هلأ إذا حدا تاني أخذ الفاكتورايزد فورم هاي وحطها بتساوي minus 15 ما حيستفيد شيء لأنه هاي دي مانا product equation ما بتساوي 0 ما فيني أخذ كل وحدة لحال فأنتوا مجبرين تاخذوا الإكسباندد فورم وأساسا هي بتدلكم هيها موجودة قدامنا. فإذا وطبعا في شيء بدي نبهكم عليه كلمة solve يعني find x ما حدا يحط محل ال x minus 15 نحنا ما معنى ال x minus 15 معنى ال px كله minus 15 اوكي فإذا solve يعني نحنا عم نجيب ال x أخذنا ال expanded form مثل ما حكينا لل px equal minus 15 جبنا ال minus 15 لتاني جهة صارت plus نقصناهم طلع 0 هلا هون منلاحظ انه الاكس تكررت اخذتها كومن لبرا بقي معنا minus 3x plus 14 بهيدي المرحلة صارت product equation اخذت كل factor لحال equal 0 طلع معي الاكس equal 0 or x equal minus 14 over 3 هون simple equation منجيب ال 14 لتاني جهة ومنقسم جهتين over minus 3 okay. let h of x equal px over x power 2 minus 9 هلا هون بلشنا بفكرة درسنا انه هيدا اللي قدامنا هو rational fraction اي px باخد
على طول بس نكون عم نشتغل بقلب هيك نوع من الأسئلة. راشونال فراكشن يعني أكيد بدي استخدم الفاكتورايزد فورم لأنه بيفيدني بالسمبليفاي. أوكي، فإذا باخد الفاكتورايزد فورم تاعه للبي اكس، نرجع لورا، فاكتورايزد فورم تاعه للبي اكس هو هيدا الجواب. أوكي، بحطه بقيمته هي over x power 2 minus 9، عملنا لفاكتورايز a minus b a plus b. هيك بنكون جهزنا ال h of x شو بتساوي. بأول part find the values for which h of x is defined، يعني ال condition. فإذا h of x is defined أيمتى؟ لما ال denominator بيكون different from 0. في عندي 2 factors، باخد كل factor لحال different from 0، بجيب ال x شو هن ال values يلي ممنوع ياخدوها، يلي هن 3 and minus 3. h of x بدي أعمل لها simplify، طبعا هيدا الفورم يلي قدامي هو اللي بدي أعمل له simplify، إجباري بدو يسائب في عندي same factor فوق وتحت، بدي شطبهم بيطلع مع النتيجة h of x equal minus 3x plus 5 over x plus 3. then solve the equation h of x equal minus 1. نفس القصة، solve يعني نحنا بدنا نجيب ال x، ما حدا يحط محل ال x minus 1، نحن بدنا نجيب ال x بشرط انه h of x تساوي minus 1. هلا اي h of x باخد على طول باخد ال simplified form، ما بنرجع لل given ابدا، بناخد ال simplified form. اوكي، حطيت ال simplified form بقيمته لل h of x equal minus 1. هون طبعا شو بنكون عملنا؟ cross multiplication. هيدي ال minus 1 يلي لحالها حطيتها over 1، cross multiplication جبت ال x، طلع ال x equal 4. هلا هيدي شو قصة الـ accepted؟ بدنا نتعلمها وضروري نكتبها. نحن قلنا ورا انه الـ x ممنوع يكون، هون قلنا الـ x ممنوع يكون 3 وممنوع يكون minus 3. قارن هيدي النتيجة بهوتنان ما بتتعارض معهم، فإذا it is accepted. لو طلع معنا هون انه الـ x لازم يساوي 3 برفضها، طلع معي ناقص 3 برفضها لأنه ممنوع يكون الـ x بياخد هودي الـ 2 values، بس حيلا value غير هوتنان بيكون accepted. أوكي؟ Exercise 5. Consider the polynomials ax and bx. Part 1. Factorize. أول شيء الـ ax شكلها a square minus الـ b، الـ 4 هي 2 square، يعني a square، فإذا هاي حتكون a square minus b square. نعمل على الـ identity a minus b أو a plus b a minus b، إذا بدلناهن ما بيأثر، بيطلع جوابها 2x plus 1 2x minus 3. فاكتورايز للبي اكس، هون واضح الكومون فاكتور يلي هو اكس بلس 3، اخذناه كومون لبرا. من اول جهه بيبقى 2 وبيبقى اكس بلس 3 لانه عندها باور 2، بقيت وحده برا وحده جوا، هيدي ظهرت لبرا بيبقى معنا الماينس 5. هلا هون بنضرب ال 2 باللي بعدها، الاكس بلس 3 بقيت برا، ضربنا ال 2 باللي بعدها بتصير معنا 2 اكس بلس 6 ماينس 5. رجعنا عملنا ريديوس، 6 ماينس 5 از 1 والباقي نزل مثل ما هو. Okay. Part 2. Let f of x be a rational fraction defined by. مثل ما حكينا من شوي، دائما rational fraction يعني بدي اخذ الفاكتورايزد فورم. نحن هون بالبارت اللي قبله عملنا فاكتورايز، يعني اكيد بدنا ناخذ الجواب الفاكتورايز تاع ال ax وجواب الفاكتورايز تاع ال bx. فبصير ال f of x بيساوي ax over bx، هيدا الفاكتورايز لل a وهيدا الفاكتورايز لل b. بأول part for what values of x is f of x defined، يعني ال condition. it is defined أيمتى؟ لما ال denominator بيكون different from 0. denominator طبعا هو ال bx. هلا هو عبارة عن 2 factors، باخد كل factor لحال different from 0. بصير معي ال x different from minus 3 وهيدي بحلها بتطلع ال x ممنوع تساوي minus 1 over 2. part b simplify، بس ما ننشطب ال similar factors 2x plus 1 تتشطب مع 2x plus 1 بيبقى 2x minus 3 over x plus 3. Part C verify that fx plus 9 over x plus 3 is a constant number. Constant number يعني لازم بعد ما أعمل لهم calculation يطلع الجواب عدد ما بيعتمد على x، كأنه عم بيقولوا لي is independent of x. أي fx باخد مثل ما حكينا من شوي، أي شيء بيسألوني إياه بعد الـ simplify يعني بدي أشتغل على الـ simplified form. فإذا الـ fx simplified form لإلها هي حطيته هون بقيمته، فإذا هاي محل الـ fx، تقعد محل الـ fx plus 9 over x plus 3. هون same denominator تركناها وجمعنا numerators، بصير عندي 2x minus 3 plus 9 is plus 6 والdenominator نزل. وصلنا لهون،
بدي أعمل simplify ضروري الفاكتورايز، ممنوع أعمل simplify بدون فاكتورايز. أخذنا common 2 لبرا بيبقى x plus 3 لأنه 6 over 2 is 3 over x plus 3، هذه ما ألا فاكتورايز بتضلها مثل ما هي، وطالما same factor صار فيني شطبها بيطلع بيبقى الجواب equal to which is a constant number. هني قالوا لي لازم يطلع constant وهي هون طلع constant. okay. part اللي بعده بعدنا بنفس الراشونال فراكشن، we have to solve the equations. كمان دايما كلمة solve بتعني find x، فإذا باخد simplified form لل f of x بحطه بقيمته minus 1 equal 0 وبحل هيدي الإيكويشن. minus 1 فيني جيبها لتاني جهة بتصير 1، فإذا f of x equal 1 أخدت simplified form لل f of x، هي هيدا simplified form لل f of x أخدته وحطيته هون بقيمته f of x، حطيته بقيمته equal 1. هلا هون بنكون عملنا cross multiplication هاي over 1، بس اعمل cross multiplication بضل مثل ما هني لانه 2x minus 3 multiplied by 1 بتضل مثل ما هي equal 1 multiplied by x plus 3 كمان بتضل مثل ما هي. الx على اليمين والارقام على الx على الشمال والارقام على اليمين، يعني الx لحال والارقام لحال، بنحلها بيطلع الx equal 6. هلا الاكسبتد حكينا عنها من شوي، دايما بنضل عيننا على الكونديشن ممنوع ننسى، الاكس ممنوع يكون minus 3 وممنوع يكون minus half. بجي لهون طلع الx 6 ما خصه بالconditions يعني accepted. نفس القضية لتاني equation بدي جيب الx f of x plus 1 equal 0، جبنا ال plus 1 لتاني جهة بتصير minus 1، منحطها over 1 ومنعمل cross multiplication، فإذا over 1 cross multiplication. طبعا أي fx باخد نفس القضية اللي فوق باخد ال simplified form cross multiplication 2x minus 3 انضربت بال1 بقيت مثل ما هي، ال minus 1 بس اضربها بالدنومينيتور يلي تحت بده يقلب الاشارات بتصير minus x minus 3. كمان جبنا ال x لهيدي الجهة وال minus 3 لتاني الجهة بيطلع معنا 3x equal 0 over 3 over 3 بيطلع ال x equal 0. كمان accepted ليش؟ لانه ال x ممنوع يكون minus 3 ممنوع يكون minus half، ما طلع بالcondition ممنوع يكون 0، طالما طلع 0 ما بيتعارض مع الconditions يعني accepted. آخر part can we find a value of x such that f of x equal minus 1.6. عم يسألوني عن value of x، يعني كأنه بيشبه لفوق بدي أعمل solving للإيكويشن. f of x equal minus 1.6 باخد السمبليفايد فورم تاع f of x بحطه بقيمته equal minus 1.6، هون بحط ال minus 1.6 over 1 وكمان cross multiplication. 2x minus 3 انضربت بال1 بتبقى مثل ما هي، minus 1.6 انضربت بالx وبنضربت بال3 تعطيني minus 1.6x، وال minus 1.6 times 3 is minus 4.8. هلأ بجيب الx لأول جهة بتصير minus بتصير plus، وال minus 3 لتاني جهة بتصير كمان plus، plus 3 minus 4.8، بتطلع النتيجة 3.6x equal minus 1.8. نقسم الجهتين over 3.6 over 3.6 بيطلع ال x equal minus 1 over 2، فينا نجيبها على الكالكوليتر بيطلع minus 0.5 يلي هي ذاتها minus 1 over 2. بنرجع بنروح عند الكونديشن، هون بنلاحظ انه نحن قايلين ال x ممنوع يساوي minus half، وطلع معي هون انه ال x بيساوي minus half، طالما تعارض مع الكونديشن يعني it is rejected، ممنوع يكون minus half يعني بدي ارفضه، طالما رفضته يعني انا ما قدرت جيبه لل x، ما في غيره اللي جبته الرفض، فإذا ما قدرت جيبه للإكس بقول آخر شيء then we cannot، لأنه هني سألوني can we find a value of x، من قلن we cannot find a value of x such that show f of x equal minus 5. إن شاء الله يكون كل شيء واضح ويعطيكم ألف عافية.